أخبار اليوم. أنا مبسوط جدا إن أنا معاكم النهاردة، ومن كتر فرحتي مش عارف أقول أي حاجة بصراحة يعني. بس كل اللي أقدر أقوله برضو وكلنا لازم نقوله، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. عشان ترتاح وتطمن زي ما بقولك كده، هتبقى الدنيا حاجة تانية، كل شيء سر الرضا. عشان ترتاح وتطمن زي ما بقولك كده. بشكركم جميعا، شكرا.